اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا، وحياكم الله ويانا في حلقه جديده من برنامج هيلثي لايف. اليوم راح نتكلم وياكم عن واحد من المواضيع المهمه والمواضيع الشائعه اللي دائما يوصلني اسئله عليها، الا وهو حزام الظهر. متى لازم استخدمه؟ هل هو شيء ضروري بالنادي؟ هل هو يفيدني ولا ما يفيدني؟ وايضا راح نجهز لكم بعض التمارين بالفقره الرياضيه اللي تقدر تسويها بالنادي او بالبيت. بالبدايه خلونا نتكلم وياكم عن حزام الظهر. وايد نشوف ناس من اول ما يدشون النادي لابسين هذا الحزام لين يطلعون من النادي ما يفسخونه الا لما يخلصون تمرينهم بشكل كامل، سواء كان عنده تمرين ظهر او تمرين معده او تمرين صدر او تمرين باي او تراي او ايا كان، او تمرين ريول، دائما يكون لابس هذا الحزام. وهل هذا شيء صحيح ولا غير صحيح؟ اول شيء، شنو الهدف من روحتي للنادي؟ انا اروح النادي عشان انا اقوي عضلات جسمي. شنو العضلات الأساسية اللي أنا لازم أركز عليها ولازم أقويها؟ هي عضلات الكور، هنقول، أو عضلات الجذع اللي هي المعدة والظهر. ليش؟ لأن هذه العضلات تحميني من وايد شغلات، من وايد حركات، من وايد أوزان، من حتى لو أنا غلط، إذا كان عندي عضلات كور قوية وأساسها قوي فأنا راح أحمي نفسي من الإصابات، حتى لو أنا كنت قاعد أسوي أي شيء غلط لا سمح الله، أو حتى لو أنا شلت وزن بشكل مفاجئ وما كان جسمي، هنقول، داش تمرين او داش، او كان جسمي حامي او جسمي حار. عشان كذي اول شيء لازم اركز عليه ان انا لازم اقوي هذه العضلات. انا ما راح اقدر اقوي العضلات اذا انا كنت لابس حزامي طول ما انا اتمرن. لازم انا اقوي عضلات الكور بدون لا انا استخدم هذا الحزام، ويكون الموضوع تدريجي. لما انا ابلش اتمرن ظهر او انا ابلش اتمرن معده وانا اسوي تمرين البلانك، لازم ما أدش التمرين بشكل وايد مفاجئ وما أقوي نفسي بشكل تدريجي. فهذا هذه النقطة الأساسية اللي أنا لازم أبلش فيها تمريني. لما أزيد قوتي، لما أنا أزيد أوزاني، فأنا أبلش بشكل تدريجي، ما أبلش بشكل مفاجئ. الشيء الثاني، متى المفروض أنا أستخدم هذا الحزام؟ مثل ما قلنا، إحنا بلشنا بشكل تدريجي، فأنا قاعد أشيل أوزاني أو أنا قاعد أصعدها من أسبوع لثاني، وأنا قاعد أقوي عضلتي على هذا الأساس. لما أنا أوصل حق وزن فوق، هنقول، 80 أو 85% من قوتي، هني أنا ممكن أستخدم الحزام. لكن أي شيء دون هذا الرقم أنا ما أحتاج أن أنا أستخدمه، لأن أنا راح أشغل عضلاتي هذه طول الوقت، وأنا ما أكون، هنقول، قاعد أسوي، أو ما أكون قاعد أسبب أو قاعد أسوي أي شيء ممكن يسبب لي خطر إذا كان الوزن مو ثقيل أو وزن وايد عالي. متى أنا أستخدمه؟ إذا كان عندي فوق 80% أو 85%، أو إذا أنا أبي أكسر رقم جديد، هني الوقت اللي أنا أستخدم فيه الحزام عشان، خلينا نقول، يعطيني خلينا نقول قوة، مو قوة، يعطيني هو حماية أكثر للمنطقة هذه. لما أنا أستخدم الحزام هو قاعد يعطيني سبورت، هو قاعد يعطيني دعم. الدعم هذا راح يخليك تزيد عن الوزن اللي أنت متعوده، أو الوزن العالي اللي أنت متعود أنك تشيله، فهذا الغرض منه فقط. إذا أنت كنت قاعد تمرن عضلات ثانية ما لها علاقة بالظهر، لا تستخدم الحزام. إذا أنت قاعد تشيل باي وتراي، لا تستخدم الحزام، لأنك قاعد تفعل عضلاتك وقاعد تقويها. فلا تعزل عضلاتك وأنت تستخدم الحزام بتمارين ما لها علاقة بشكل مباشر على ظهرك، نفس الديدليفت أو نفس السكوات. أي تمرين ثاني تقدر تتمرنها بدون لا تستخدم الحزام، عشان مثل ما قلنا تفعل عضلاتك وتقويها، ومع الوقت تصير أقوى وعندك كور وايد قوي وأساسك وايد قوي، وما له داعي إنك، أو نقول، إنك تتفادى الإصابة دائما لما تقوي هذه المنطقة. وصلنا وياكم مشاهدينا الى الفقره الرياضيه. اليوم راح نأدي تمرين السكوات، راح نوريكم شلون نسويه اذا بنسويه مع وزن او اذا بندشه كتمرين اساسي. الشيء المهم ان انا شلون افعل او اسوي اكتيفيشن حق العضلات اللي راح ادش وياي بتمرين السكوات، شلون اشغلها
وهيئ جسمي قبل لا أدش تمريني الأساسي. من الشغلات اللي لازم أركز عليها أول شيء أن أنا لازم أركز على العضلات هذه، لأن هي مسؤولة أن أنا بالنزلة وبالصعدة أن أنا أبطل ركبي ليه داخل، فلازم أسوي لهم أكتيفيشن. راح يكون البداية بالطريقة هذه، راح أنزل أحط إيدي تحت مستوى كتفي وركبي تكون تحت مستوى حوضي. اللي راح أسويه راح أرفع بريلي لفوق وراح أنزل. دائما لما أسوي أكتيفيشن حق العضلات فأنا أخذ راحتي وأشتغل عدل لما أسوي الموفمنت، ما أسويها بشكل سريع. أسوي 10 يمين خلصت، بعدين راح أسوي الريل الثانية، راح أشتغل 10 الريل الثانية، أخلص بعدين راح أظل بنفس الوضعية لكن راح أبطل ريلي على الجنب. أحاول أبطل المستوى اللي أقدر عليه، راح أسوي 10 هالريل، خلصت نفس الشيء راح أشتغل على الريل الثانية 10 الريل الثانية. شنو الشغلات أو العضلات الثانية أو الثانوية اللي تدش وياي وأنا أسوي السكوات؟ طبعاً عضلات الكور، فلازم أسوي لها أكتيفيشن قبل لا أدش التمرين. نفس الوقت أسوي أكتيفيشن حق عضلات الهيب فلكسر أو عضلات الحوض، فعندي تمرين يشملهم اثنيناتهم، اللي هو أنا أرفع راسي من فوق أشيله عن الأرض، راح أرفع ريلي بشكل هذا، أفتح ريل أرد أسحب أفتح الريل الثانية. راح أشتغل 10 يمين أخلص، راح أسوي 10 يسار، خلصنا. بعدين هم أركز على منطقة الكور واللور باك لأنهم داشين بالتمرين، فراح أسوي جود مورنينج، أحط إيدي ورا راسي أفتح ريلي نفس مستوى حوضي، ظهري مفروض أنزل لتحت شوية أثني ركبي وأرد أصعد لفوق. راح أسوي 10 جولات أو 10 تكرارات، خلصت أرد أعيد الجولة هذه مرة ثانية لين أسوي 3 جولات أخلص، كذي يكون جسمي جاهز حق تمريني سكوات. الحين راح نشوف وياكم شلون أسوي تمرين السكوات لو أنا قاعد أستخدم البار. بالبداية دائما أنزل تحت البار عشان أشيله ويكون بالطريقة هذه. اللي أركز عليه وضعية البار ما تكون على رقبتي، تكون على عضلات المثلثات، عشان كذي دائما أسكر ظهري من وراء عشان يصير في مكان أن البار يقعد على مثلثات أو على عضلات المثلثات. الحين من الشغلات اللي قلنا نركز عليها دائما أن صدري يكون مبطل لفوق، عضلات ظهري اللي فوق تكون مسكرة، وعضلات كتفي تكون دائما لورا. لما أنزل حوضي اللي يرجع ورا، بالبداية ركبي تتبطل لبرا وأنزل وزني يكون على متوسط الريل أو على كعب ريلي، أصعد لفوق. اللي أركز عليه أن راسي ما ينزل لتحت بشكل هذا، راسي يكون سيدا نفس ما هو. ليش؟ عشان لا ينحني ظهري وأنا نازل. شلون أحافظ على ظهري من فوق إنه ما يتبطل؟ دائما أعصر عضلات ظهري، راح أوريكم بعد شوي وأنا أسوي العكس وأنزل لتحت. من الشغلات اللي لازم أركز عليها دائما أن ظهري يكون، عضلات ظهري من داخل تكون مسكرة لداخل، هني المنطقة هذه دائما تكون مفرودة ما تكون منحنية. لما أنزل ركبي تطلع لبرا وأنزل بالشكل هذا. هذه كانت الطريقة اللي أنا المفروض أني أسوي فيها السكوات قبل، أو شلون هم أفعل عضلات جسمي قبل لا أدش حق تمرين السكوات. نشوفكم إن شاء الله تمارين جديدة. مع السلامة.